السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في برنامج أحلامنا الجميلة. تعودنا معكم نتكلم في كل حلقة عن رمز من رموز الرؤى والأحلام. رمز اليوم نتكلم على رؤية الماء في المنام. رؤية الماء في المنام تأويلها إيه؟ هو الماء على العموم دائما يكون فيه الخير ودائما فيه الراحة والسعادة. الماء ربنا ذكره في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، وربنا يقول في القرآن: واجعلنا من الماء كل شيء حي. أي شيء في الوجود لابد أن يكون فيه الماء. فرؤية الماء في المنام يبين على العلم والفهم والمعرفة. أجمل شيء وأعظم شيء إذا كان الماء صافي. إذا كان الماء صافي يدل على الشفاء والقوة والصحة والعافية. وصاحب المنام لو كان يعاني من ألم أو يعاني من تعب سيزال عنه. ولكن لو جاء الماء والعياذ بالله ماء عكر فيدل على النكد ويدل على الهم والغم والضيق. الماء في المنام منبت الحياة، ده في الحقيقة. فلما تشوفه في المنام يدل على تحقيق كثير من الأماني والأحلام لصاحب المنام. المنام إذا جاء فيه الماء بشرط أن يكون الماء صافي ولا يكون الماء كثير جدا منهمر زي السيل، يكون هذا الماء في المنام في الحقيقة يدل على الرزق الكثير الطيب الجميل العظيم جدا. إنما لو جاء الماء كثير وكثيف زي السيل يدل على الهلاك والدمار والأحزان والأوجاع والآلام. معنا أحلام؟ تفضلي أحلام. أم عبد الرحمن ولا عبد الرحمن؟ تفضلي عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ عبد الرحمن. تحياتي لحضرتك ولأسرة القناة جميعا. ربنا يبارك لك حبيبي الغالي. وجزاك الله كل خير على حديثك اليوم عن رؤى الأذان. ربنا يبارك لك وطول في عمرك إن شاء الله أخ عبد الرحمن. أحبابك بيتابعوك في كل مكان بفضل الله. ده شيء يشرفني ويسعدنا حبيبي. الله يكرمك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الرؤية الأولانية شفت إن أنا كنت في حجرة المعيشة. نعم. وبعدين فتحت الستارة وبصيت من وراء الإزاز الألموتال بس ما فتحتوش، فلقيت قدام البيت اللي أنا ساكن فيه البيارة بتاعت بيتنا. تمام. بس كأنها يعني قدام مني شايفها، بس جديدة ومتنظفة جدا جدا جدا، ما فيهاش أي شوائب، ما فيهاش لا غائط ولا بول ولا أي حاجة. وشاهدت إن في مجموعة مجهولة بالنسبة لي خدوا المخلفات بس عن بعد، خدوا كل ده ومشوا عن بعد. تمام. دي الرؤية الأولانية يا حبيبي. لا يدل إن ربنا سيحفظك من البلاء وسيحفظك الله من النكد. ولو أنت تعاني من تعب أو تعاني من ألم يا عبد الرحمن سيزال عنك، ولو في مشاكل ربنا حيبعدها وسيزول الله عنك، فقل الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. والله أعلم. حضرتك في الرؤية الثانية. تفضل حبيبي. تفضل. طب حضرتك أنا شاهدت رؤية بسم الله الرحمن الرحيم، شفت إن أنا ماشي في طريق ماشي. نعم. فقدام مني امرأة وبنتها. تمام. الامرأة دي اسمها هالة. تمام. معاها بنتها. وبعدين وانا ماشي بكمل كام خطوة كده لقيت على اليمين الفنانة المحترمة عبلة كامل. تمام. على اليمين. وبعدين كملت قدام المشوار فلقيت فيه زي تعبانين رفيعين بس بيجروا مني. يعني تمام. قدام مني بس بيجروا. تمام. وبعدين لقيت فيه تعبان صغير شايفه ان هو صغير. فدست عليه برجلية حافي. ودست عليه، فعليه ما بص لقيت التعبان كبير قوي، فمسكته من ديله لقيت راسه مقطوعة، فقطعت دماغه برجليه.
تمام. وراسه بتنزل دم اسود، والتعبان الصغير ده لقيته تعبان عافي، وزي ما يكون ليه فقرات في ظهره، وبقت ماسكه كده وبص وقولي سبحان الله الحمد لله. تمام. وشاكر لحضرتك وجزاك الله كل خير عن النبي. انت قلت لي ايه قبل عبله كامل اول حاجه في المنام يا عبد الرحمن؟ قبل عبله كامل في امراه ماشيه هي بس كده. تمام تمام تمام. اسمها هلا. خلاص تمام. اولا موضوع المراه في المنام ده بشرى وقدوم خير طيب جميل وعظيم لك. عبله كامل وهي يعني ممثله غنيه عن التعريف ولها ادوار يعني من اعظم الادوار في السينما وفي الدراما المصريه. عبله كامل كلمه عبله يدل انك انت ربنا من عليك بصفه النبل والشهامه والمروءه الصفات الطيبه الجميله الواجب ان تكون في اي رجل او اي امراه. كلمه كامل ده يدل ان ربنا سيكمل لك امر من الامور. موضوع الثعبان سيحفظك الله من الاعداء والحاقدين والحاسدين. كلمة هالة في الجزئية الأولى اللي هي المرأة اسم هالة، أنت إنسان عندك صفة الترحيب بالناس وعندك صفة المحبة، والله جل وعلا جعل لك القبول في الأرض، والله أعلم. اتفضل يا أم محمد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم محمد. اتفضلي تأمري أمر. الله يخليك. أنا حلمت إن أنا نازلة من بيت أبويا ومسكة شنطتين سفر وماشية نازلة أنا وأختي سفر عشان أسأل على واحدة اسمها صفاء جنبنا عندها كورونا. تمام. رنيت عليها فطلعت لي هي وأبوها، فأنا خفت أول ما بقول لها أنت عاملة إيه؟ أنت خفيت أنا نطلع عشان أطمن عليكي، فلقيتها هي جربت مني فبدأت أنا أبعد وأطيب في البيت اللي هو قصادهم، لكن أختي وقفت مع أبوها، فطلعت أنا طرت في البيت اللي قدامنا فلقيت نجوى، فقلت لها يا نجوى هي عندها كورونا وأنا خايفة لحسن أتعدي، فجريت لها يا صفاء اطلعي بره عشان إحنا خايفين لحسن نتعدوا، عشان إحنا خايفين على نفسنا، ففي واحدة اسمها أمل حضنت صفاء وقالت لها ما تخافيش أنا مش خايفة، وتعالي أنا هحضنك وأنا مش خايفة إن أنت تعبانة. بس كده الحلم، وكنت ماسكه شنطتين سفر واحده بني واحده سودة فاضيين وما عملتش فيهم حاجه يعني ما فتحتهمش ولا حاجه. انت اختك اسمها سحر. اختي اسمها سحر. سحر ربنا يحفظك من السحر. كلمه صفاء يدل على صفاء ونقاء وطهاره قلبك، ان قلبك سليم وخالي من الشواء وخالي من الحقد والغله والكر. موضوع الكورونا ده ربنا حيحفظك من جميع الأمراض الخبيثة ومن الأمراض المزمنة. كلمة أمل ربنا سيحقق لك الأمال والأحلام. كلمة نجوى ليس لها تأويل في المنام هنا، والله أعلم. إيه طب الحلم الثاني إن أنا حلمت إن أنا رحت البيت عمي ياسمينة فلقيتها ماسكة بلالين حلوة خالص، فأنا عايزة أشتري لكن ما قلتلهاش فسبتها، بعدين مشيت لقيت نفسي برضو مع صحة سحر اختي ماسكه بلالين كتير وعمي كمادي حاجه قاعده معاها، فقلت لها طب وانا عايزه اجيب بلالين، فجيت لي طب ما هو ادي اي حد يجيب لك وادي له حاجه، فجيت اسلام واد عمتي اديته جنيه ونص، طلعت فلوس حديد اديته جنيه يجيب لي بيه بلالين واديته نص جنيه ليه هو، بس كده الحلم. معلش جاب ولا ما جابش، هو الحلم خلص انا قوم. البلالين ده راحه وسعاده وسرور لك. اسمها ايه اللي كانت معاكي في المنام؟ تواصل معنا إن شاء الله. أسأل الله أن يحفظك ويصونك ويرعاك. اتفضلي يا أم محمد. السلام عليك يا شيخ إبراهيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم محمد. بقول لحضرتك الله يخليك ما تقبلش عليها، لأن كنت ليا رؤى قبل كده وما كملتهاش ودخلتنا على الهواء وقفلته عليا. أنت تمر أمر يا أم محمد، محدش يقدر يقطع عنك الهواء. الله يخليك الله يسعدك يا رب، لأن أنت عارف أنا صاحبة الرؤى اللي قبل كده اللي هي بتاعت اللي هي جوزي يعني اللي كان عايز يبيع البيت وكده، فالمهم له رأى كيف لانه عامل مشاكل معايا جامد. لا يا ام محمد، ام محمد ما تتوهناش معاكي في الرؤى السابقه، خلينا وبراحتك وعلى مالك. طيب ومعاكي المجال، بس قولي اللي ايه الرؤى اللي ايه اللي حالين. طيب ماشي حاضر. اتفضلي. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. انا شفت ان انا في بيت جدي، وبعدين بيت جدي ده وبيت خلاني جدي الله يرحمه عطيه وبيت خلاني، ففي هناك شجره متجوسه في الجنينه،
وكنت جبت عودان نعناع قعدت ازرع دي لما فجأة اتجوزها ازرع النعناع. النعناع كان عيدان فابتدى النعناع يخضر وببص كده برضه تلاقيت فيه نعناع كتير فابتدى يكتر ويخضر. فالمهم انا عندي كان بيت تحت كده سكن مؤقتا كنت انا عاملاه وفي محل المحل قفل الحقيقه يعني. فالسكن ده كان مؤقتا كانت لقيت جوزي مأجره فرن من وراه وانا ما اعرفش. فقلت له ليه ومش عامل له مدخنه. فتلاقيت البسطه بتاع السلم عندي بوقف عليها كده ببص تلاقيت الفرن زي ما اكون السقف بتاع البسطه معكوك هداب لو مؤاخذه يعني. تمام. فقلت له ليه قعدت اعيط واقول له ليه تأجر البيت من ورايا من غير ما انا اعرف. ما قلتليش ليه انت اجرت فرن وما عملتليش مدخنه. وتلاقيت ايه البسطه من فوق كده معكوله مأخذه بقطعه هداب كده لو مؤاخذه. تمام. يعني هو يعني ايه زي ما انا قلت لك زي ما انا قلت لك ايه في رؤيه ثانيه الله يخليك برضه في دقيقه واحده ام محمد دقيقه عشان ما تقولش معاك على مالك وبراحتك. اتفضل حضرتك اتفضل. اولا في البدايه موضوع البيت اللي هو في اخر حاجه انت ما تعاني من نكد وتعاني من هم وتعاني من ضيق او تعاني من بعض المشاكل او الخلافات او تعاني من بعض الامور. ولكن في الجزئيه الاولى ده يدل ان ربنا هيجعل لك راحه وسعاده. وان ربنا يقول لك ما تحزنيش ده ربنا سبحانه وتعالى هيجعل لك من بعض العسر يسر ومن بعض الضيق سيكون لك الفرج يا ام محمد. الله يسعدك. قول رؤيتها لو كانت قصيره لو سمحتي. اللهم صل على النبي. انا اختي شافت لنا برضه في البيت هنا ان هي طالعه السلم فتلاقت تعبان منهم اصفر هي ويوسف فراحت راميه الاثنين هي ويوسف ابنها. تمام. فطلعت عندي تلاقتني في المطبخ بعمل رز ورز فيها عارف لما بيحطوا في قلب رز بط كده وما بيعملوا شوربه. نعم. فبتقول لي في حاجات شبه كده وانت عماله تشيليها من الرز وتقولي لي الله ده انت دخلتك عليا وشك حلو عليا. وسمعت جوزك يعني في الاوضه نايم على السرير ومريض وناس جايه تزوره. وبعدين ببص لقيت البيت كله مليان تعابين والتعابين دي مستخبيه ومش باين منها الا جزء وجزء كله داير المدول بس مليان تعابين. وصحيت وانا نازله من السطح تلاقي نازله من على السطح. يا ام محمد ايوه انت مصابه بالحسد حسدك. انت مصابه بالحسد الشديد انت وجميع افراد اسرتك. ايوه عليك انك انت تواظبي دائما على قراءه ايه الكرسي يومين والمعوذتين والاخلاص في الصباح والمساء والله اعلم. ايوه تمرين امر يا ام محمد. من معنا فدائما الماء فيه الخير. لو واحد اشترى المية في المنام يشترى المية يشتريها يدل أن هناك تعب وألم شديد جدا في المعيشة. يأتي إليه المال بتعب وبعناء شديد. ولكن من يبيع الماء اللي يبيع الماء للناس فهو إنسان. ناخذ بيع الماء بعد مروه. تفضلي يا مروه. ازيك يا شيخ عامل ايه؟ الحمد لله يا مروه تمام. ممكن اقول لك حلمين صغيرين؟ اتفضلي يا مروه قول الرؤيه الاولى ولا كانت قصيره هقول لك قول الثانيه يا مروه. ماشي. اختي حلمت انها ماسكه الموبايل لقيت حضرتك عامل بث مباشر على التليفون. تمام. واختي قالت لي تعالي شوفي الشيخ ابراهيم طلع بث مباشر وحضرتك كنت قاعد على بلاط السعوديه بتاع الحرم المكي. جميل تمام. على الارض. نعم. واختي لقيت حضرتك قاعد على البلاط اللي حوالين الكعبه بالظبط. تمام. وكان حضرتك شعرك كله ابيض وحواجبك كلها بيضة وشنبك ابيض واختي الوحيده اللي كانت شايفه حضرتك. تمام. اللي كانت واصله مع حضرتك على البث الوحيده اللي كانت واصله. تمام. وكانت لسه هتكتب لك ازاي حضرتك وهتكتب لك حلم بس ما لحقتش. تمام. بس وخلص الحلم. خليكي معايا كده. اولا فعلا انا ليا بث مباشر بيكون على قناه اليوتيوب ليا في الحقيقه ليا بث مباشر على قناه اليوتيوب اسمها قناه الشيخ ابراهيم حمدي تفسير احلام. والقناه دي بيكون على بث مباشر يوم الجمعه ويوم الاحد ويوم الاربعاء الساعه 9:30 9:30 او الساعه 10 تقريبا يعني ما شابه ذلك بيكون على القناه.
كذلك موضوع الشعر الأبيض، الشعر الأبيض يدل على صفة الوقار والاحترام، سواء لمن كان فيه الشعر الأبيض. أسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بهذه الصفة يا رب العالمين. ولمن رأت المنام، موضوع الأرضية بتاعت الحرم سيمن الله علي وعليها بالاعتبار إلى بيت الله الحرام، والله أعلم. معنا زكريا، اتفضل يا بدرية. أيوة يا شيخ، لو سمحت أنا دايما أحلم بأحلام، يعني رؤية أن أنا بلم بيوت كتير. في زمان يعني في بيت والدي كنت برضو أقعد ألم بيوت كده، ودلوقتي من أسبوع أطلع ألاقي بيوت هنا وبيوت هنا وبيوت هنا، وأقعد من حجر بيه ألم بيوت بيوت بيوت. هو في حد عامل لك مشاكل يا بدرية في حياتك؟ ما هو البيض اللي متلميه ده يا بدرية ده نكد ومشاكل وخلافات، وفي ناس عايز تفرح دوك بسعيدة فيكي. نعم. لأن في ناس كده قلوبها مريضة، في ناس كده سبحان الله تحب الحسد وتموت في الحسد ومغروزة في الحسد. أي. في ناس قلوبها والعياذ بالله يعني أمر من المرار، أسود من السواد. ده ربنا سبحانه وتعالى يعني ذكر في القرآن الكريم بأن هناك بعض من الناس قلوبهم والعياذ بالله كالحجارة. أي. بل ده هناك أشد من الحجارة والعياذ بالله. طب الحل معهم إيه؟ الحل أنت خليكي مع ربنا وخليكي في الاستغفار والصلاة على خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. دع الخلق للخالق فإن في خلقه شؤون، والله أعلم. تفضل يا أم مصطفى. السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم مصطفى معايا رؤية إن شاء الله صغيري. اتفضلي تقولي أمر. حلمت إن شاء الله إن أنا كنت في مدرسة وكنت متأخرة عن الامتحان، وجت واحدة اسمها نجلاء غششتني هي وواحدة اسمها خيرات، لحد ما غشت وجي عيل صغير كده بيقول لي ده أنا ده ابن خالك. حسيت إن أنا خلصت، يعني قلت يا ده أنا جاية متأخر والحمد لله حليت كله. جه بقى بيقول لي بقى ده انا هغششك. فالمهم جاب لي ورق زياده كده وقام ضايفه في الورق الامتحان، والاخر قمت ضربه بالقلم. قلت له انا مش هغششك وقمت انا ماشي بقى. انت دقيقه واحده اتفضل خليكي معايا. انت ست بيت ولا شغاله؟ اي ان شاء الله ست بيت. اي ده يدل ان امورك الايام القادمه هتكون فيها يعني فيها الخير وفيها التيسير وفيها القبول والراحة والسعادة. ولكن انت لما تضربي بالألم ده، عشان اكون صريح معاك واكون غير كاذب، في حد عمل معاك جميل وعمل معاك معروف، ولكن انت فهمتيه فهم خاطئ ولم تقابل الجميل بالجميل والإحسان بالإحسان، او قيسي على هذا المنوال، والله أعلم. اتفضل يا أشرقت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله اشرقت تمام. بص يا شيخ، انا عندي حلمين لو سمحت. يعني اتفضلي. الحلم الاول، انا حلمت اني صاحبتي حلمت اني شايفاني فستان كبير لونه السماوي. تمام. وانا طالعه من باب الحمام. تمام ماشي يا شيخ، وهي قاعده بتعجن. نعم. وهي بتقرص في العجينة، بتشوف العجينة كتيرة يعني من كتر العجينة يا شيخ، حطت على شاشة العرض. تمام. بس ده الحلم الأول. أنت آنسة أشراقت ولا متزوجة؟ لا آنسة. آنسة. وهي اللي كانت معاك ما لهاش علاقة أبدا بالمنام، ولكن نحن نقول رمز عشان ما تظلمش حد مجرد المنام. ده ربنا سبحانه وتعالى أشرقت إداكي بعض النعم أو كثير من النعم، ولكن في بعض من الناس ينظرون إليك في هذه النعم. أسأل الله أن يحفظك ويصونك ويرعاك، والله أعلم. قول الرؤية الثانية. الرؤية الثانية يا شيخ، هي لصاحبتي أصلا بس قالت لي أنت قوليها. شيخ صاحبتي هي يعني تقدم لها واحد مش يا شيخ، ما حصلش نصيب. هي قالت لي مرة ده أنا كنت عايزة أروح أفتح دكان بتاع أخويا. دي في المنام ولا في الحقيقة يا أشرقت؟ إيه؟ الدكان ده في المنام ولا في الحقيقة؟ ما سمعتش يا شيخ، شو الصوت بيقطع. موضوع الدكان المحل ده في الحقيقة ولا في المنام؟ لا هو في المنام يا شيخ، هي حلمت إنها رايحة تفتح الدكان بتاع أخوها. تمام. وهي ماشية شافت الراجل اللي كان خطبها قبل كده.
تمام. وبعدين قال لها تعالي اتكلم معايا، قالت له لا انا هركب ورا العربيه. نعم. من ورا ركبت معاه في العربيه من ورا ومشي، وهم الاثنين عدت على السوق يا شيخ، شافت اخوها في السوق. تمام. بعدين شافت اخوها، هي خايفه من اخوها خالص. وبعدين لما شافت اخوها هي صارت خايفه من اخوها، قال لها تعالي اركبي معايا قدام. ماشي، وركبت معاه قدام يا شيخ وعدت عشان تروح تفتح الدكان. بعدين وصلت ايه، هي بتقول لي هو مسك حطيت ايده على ايه على رجله يا شيخ. بعدين يعني صحيت من الحلم. هي انسه؟ لا هي متجوزه ومطلقه يعني. مطلقه، ده ربنا يحملنا عليها بالزواج، فقول الحمد لله والله اعلم. اها. تمرين امر، تفضلي يا مروه. مروه تواصل معنا ان شاء الله يا مروه. اتفضلي يا هدى. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا هدى. ازيك يا شيخ ابراهيم؟ الحمد لله يا فندم تمام. عندي رؤيتين لو سمحت. تفضلي تمرين امر يا هدى. الرؤيه الاولى يا شيخ، انا من سنه كده شفتها صحية من النوم، كنت بردد إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. بس ده مش محتاج تفسير، المنام ربنا حيجعل لك من بعض العسر يسر، من بعض الضيق فرج، من بعض الشدة سيكون لك الخير العظيم. انت ظاهر مرتي بكرب او مرتي بأزم. انا لحد الان يا شيخ وانا في كرب من سنتين يعني. ما انت من غير ما تقولي، من غير ما توضحي، انت مرتي بكرب او امورك معقده تعقيد شديد، او هناك بعض الامور مش ماشيه معاكي خالص نهائيا في الحياه. اسال الله ان ربنا اولا يحفظك ويصونك ويرعاك، واسال الله ان ينتقم الله شر الانتقام ممن تسبب لك في اذى او في الم او في هم او غم او حسد او سحر او اذى، والله اعلم. تفضل يا سماح. ازيك يا شيخ ابراهيم؟ الحمد لله يا سماح تمام. عامل ايه؟ الحمد لله يا فندم. لو سمحت يا شيخ انا عندي رؤيتين عايزه اقولهم. تأمري امر يا سماح. الله يخليك. النهارده قبل الفجر حلمت ان انا امي بتصلي الفجر. تمام. وبعد ما صليت انا جيت قعدت يعني فرشت السجاده وجيت اصلي عليها، فبسالها الفجر يا ماما كم ركعه؟ يعني انا ايوه معاك يا سماح. سألتها من الفجر كم ركعة يعني إن أنا عايزة أعرف، فقالت لي على الفجر يعني صليت زيي. طب يا سماح أنت في المنام كنت عارفة إن الفجر كم ركعة ولا ما عرفهاش في المنام؟ أنا عارفة، أنا عارفة بصلي، بس أنا مش عارف ليه سألتها في المنام. تمام. والرؤية الثانية إن إحنا دقيقة يا سماح. نعم. أنت آنسة؟ لا أنا متزوجة معي خمس بنات. معاكي خمس بنات؟ ما أنت عشان كده سألتيها الفجر كم ركعة؟ يدل ان ربنا من عليك بكثير من النعم اللي هي البنات اللي هي صلاة الفجر، بس انت ما تدور على حاجة تانية ودي من حقك. ايوه انت ما تدور على الذكور، بس ربنا اداك الاناث فقول الحمد لله. نفسي والله في واحد حتى بس. ربنا يكرمك، واقول لك على حاجة يا سماح تعمليها ربنا يعطيك الابن. ايوه خليكي في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قول رؤية تانية يا سماح. الرؤية التانية بنت عمتي بتقول لي انها حلمت ان انا وهي لابسين فساتين حمراء زي بعض. حمراء؟ فساتين حمراء تحت منها بديهات بيضاء. يعني انت ما لقيتيش اي فستان يا سماح غير اللون الاحمر؟ هي بتقول لي الحلم ده هي اللي حلمته لي. ما انا عارف، ما انت شفتي كنت لابسه معاها. قالت احنا الاثنين لابسين زي بعض. ده انا كده يا سماح، وهم وغم وضيق مشاكل خلافات. اسال الله جل وعلا لك ولها بتفريج الهم وتيسير الامر يا سماح. كنت لبست يا سماح الفستان الابيض، الفستان الاسود، الازرق. معنا ام هدى؟ ايوه ايوه يا شيخ. تفضلي يا ام هدى. ام ندى. ندى اتفضلي يا ام ندى. هم قالوا لي ام هدى. بص يا عم الشيخ ابراهيم، بصينا يا ام يا ام ندى. انا شفت رؤيا. نعم. ان انا ماشيه في مكان شارع طويل قوي، والشارع ده فاضي زي صحراء كبيره. تمام. واللي انا ماشيه فيها انا كان معايا بنت صغيره، هي معايا ومش معايا، ما شفتهاش معايا في الحلم، بس هي بنتي ندى. تمام. فبعدين انا ماشيه جدا بص جنب مني او ورايا، مش لاقيه البنت، مش لاقيها خالص.
تمام. عماله في كل قهره يا ندى يا ندى، وعماله اتفرج جامد وانادي على البنت مش لاقياها. فلقيت واحد يعني شاب صغير كده جاي، شكله مش يعني ايه، شكله مستفز. فلقيته جاي عليا كده زي ما تكون بيحلق قدام مني، وجاي يعني ايه يعني عايز يلزق ايده، يعني زي ما احكي كده بيلزق ايده في ايدي على ايدي. تمام. وانت قمت زقاه بقوه، ما اعرفش زقيته ازاي، وقعته ما اعرفش بقوه جامده قوي، وقمت زقيته. فالمهم لقيت في نفس الحلم عيال ياما حوالين مني، مش عارفه برضو العيال دي جت منين. بس كده؟ اه ده حلم، وفي حلم ثاني بس. دقيقه يا ام ندى، دقيقه، براحتك وعلى مالك، ومعاك حتى 100 رؤيه. يا ام ندى ده ربنا هيحفظك وهيحفظ بنتك ندى وجميع اولادك من الفتن ومن الكوارث والحوادث والنصائب والاحزان، وربنا هيحفظكم من كل سوء، فقول الحمد لله. الحمد لله وربنا يكرمك يا عم الشيخ. في بعض رؤيه مش كبيره قوي باذن الله. طب اتفضلي. طيب انا شفت ان انا في مكان كبير، يعني مكان يشبه لي شقه كبيره او زي مكتب. تمام. مش شفت قال ايه ان واحد قاعد على مكتب، وانا وجوزي متواجدين في المكان ده. تمام. فانا وجوزي متواجدين مستنيين قال ايه زي طابور كده بالدور. فالمهم انا واقفه وعماله ابص للي بيقرب للي قاعد على المكتب، زي ما يكون يعني وشه كويس، وشه كويس، انسان محترم وكويس كل حاجه، بس مش عارفه كل اللي يقرب له يجي زي ما يكون بيضمه كده بقوه، يا بيختفي منه مره واحده، مش عارفه ان كان بيموت ولا بيروح فين، انا مش عارفه. فانا لما يكون هو حس المنظر ده واتصرف خايفه. فجيت ايه دي الدور بتاعنا، ان انا مقربه، ان انا هقرب يعني ايه هقرب للشخص دوت على المكتب بتاعه، ان انا امضي او اكتب حاجه زي كده، ما اعرفش اعمل ايه. تمام. فالمهم ان انا ايه جه جوزي كان معايا في المنام، فجاي بيقول لي في ايه، قلت له خلي بالك انا خايفه، لحسن الراجل ده شكله كده في حاجه، كل اللي بيقرب له بيموت او مش عارفه بيروح فين بيختفي. قام قال لي لا خلاص تعالي. فايه اللي اتواجد معايا في الحلم، ابويا ده ميت قالوا سنه الله يرحمه. فاتواجد معايا فبيقول له يا ابني سيبها بس شويه. قال له لا، وقام قال ان جوزي زعق لابويا في الحلم وقال له لا، وقام قال ايه ان جوزي فتح باب ان احنا طالعين، فتح باب وقال لي يلا اطلعي بسرعه، اطلعي على السلم بسرعه. وانت انا طالعه على السلم، فوانا طالعه على السلم لقيته بيقول لي خدي المفتاح واطلعي افتحي وانا جاي وراكي على طول. قلت له ماشي. فقال ايه لقيت ابويا فتح فتحه ثانيه، باب ثاني جنب الباب اللي جوزي فتحه. فلقيت لقيت ابويا بيفتح الباب وعمال يبص لي كده، هو اللي ما يكون يعني بيبص لي بس. فخدت بقى المفتاح والسلم كان نجيف، سلم جديد كده ابيض ونجيف. فانا مش عارفه اطلع فين او كده، مش عارفه، هو ده اللي انا شفته في الحلم. لا دي اضغاص واحلام يا ام ندى، يعني ده ما فيهوش اي حاجه، ملوش تاويل اصلا من اساسه يا ام ندى. طب وحته المفتاح يا ام ندى؟ اه انت بتفهمي بالعربي ولا بالانجليزي يا ام ندى؟ لا بالعربي. بقول لك الرؤيا اضغاص واحلام، ليس لها تاويل وليس لها تفسير. تقولي المفتاح وتقولي مصل المية، ما ينفعش الكلام ده، والله أعلم. تأمرين أمر يا أم ندى. اتفضلي يا أم عبد الرحمن. السلام عليكم يا فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حلمين صغيرين بعد إذنك في رمضان حلمتهم. ما أم ندى قالت حلم صغير قاعد 10 دقائق في الحلم. لا والله فعلا هقعد اسمعهم بنفسك والله. اتفضلي يا أم عبد الرحمن. اول حلم انا راكبه فوق السطح ومعايا جوزي اسمه محمد. لا بصي اتكلمي بالراحه وعلى مهلك. اول حلم انا راكبه فوق السطح ومعايا جوزي اسمه محمد. تمام. وصهري اسمه منصور الصغير، اخو اصغر من جوزي. تمام. فجاه لقيت جردل صغير لونه ابيض في شويه تراب، لقيت صهري بياكل فيهم. مين بياكل فيهم؟ هو اخو جوزي ده بياكل شويه تراب بلقيهم في الجردل. بياكل في التراب؟ اه. شويه قليلين هو بياكل فيهم يعني. تمام. بعد شوية مسك طرف العباية بتاعتي شمها كده وقال لي ريحتك حلوة، وأنا كنت مجمرة على الأرض وهو كان قاعد كده ما بطوش أو حاجة زي كده. تمام. الحاجة الثالثة اللي عملها هو سلك مواعين مصدي مرمي على الأرض، صبرنا بيه ومرمي مصدي لقيته بياكل فيه. تمام. بس هو الحلم الأول زي شيخ. يا أم عبد الرحمن. نعم. وإيه هو حاله في الحياة؟ حاله إيه بعد الحياة؟ هو كويس بس على خصومة معانا مع جوزي، ظالم جوزي دايماً.
خد حق جوزي ما ورثوا من ابوه، خدوه منه وظلموه يعني. ما يبقى مش كويس يا ام عبد الرحمن، يعني كون واحد هو مش كويس، ظالم جوزي دايما ياخد، وجاز كون ياخد حق الميراث، كون ان هو ياكل، كون ان هو ياكل من التراب. ما اكل التراب ده يدل على اكل الحرام. فعلا يا شيخ اخوات البنات ظلموهم، اكل التراب ده يدلل على ان هذا الرجل ياكل من الحرام، ياكل من السحت. ولما يقول ان الرائحه دي مش كويسه، ايوه، لا يشم رائحتك الا زوجك. فلما يقال هذا الكلام يدل على اعمال وتصرفات خاطئه في الحياه. ايوه بس هو يا شيخ قال لي ريحتك حلوه، انا مشان مع بيتي قال لي ريحتك حلوه. ما انا عارف يا ام عبد الرحمن قال ريحتك حلوه والله. ان شاء الله يبارك لك يا شيخ يرضى عنك. فلما يقول هذا الكلام يدل على الافعال والاشياء الخاطئه في الحياه، انما بالنسبه لك انت رائحتك حلوه، ده يدل انك انت ربنا منك من الله عليك بصفة الأخلاق والسلوك الطيب. الحمد لله يا شيخ. قول التاني يا أم عبد الرحمن. حلمت عمي جوز اسمه علي متجوز بنت صغيرة على مرة اسمها كريمة. تمام. وكأنه لم محصول بتاع قمحة أو حاجة. تمام. فمرته الجديدة اسمها كريمة الصغير دي، فبتقول له من يقرض الله قرضا حسنا يضاعفه له. تمام. أضعفا كثيرا. فهو لها 300 جنيه. تمام. فجأة لقيت مراته القديمة معها بنتها متضايقة ومتغاظة، زي ده مراته الجديدة 300 جنيه وأنا واقفة يعني وما بيدينيش زيها. فأنا تقدمت عليها مراته القديمة دي بقول لها إيه؟ بقول لها أنت كوني زيها، ما تقوليش اديني 50 جنيه مثلا أجيب كذا، لا أنت قولي من يقرض الله قرضا حسنا يضاعفه له. فهي مش قادرة تحفظ الكلمة، بتقول لي أقول له إيه؟ تمام. في الآخر قلت لها افتكريها بكلمة القرض، يعني كلمة القرض فافتكريها بكلمة يقرض الله قرضا حسنا. تمام. بس هو الحلم ده يا شيخ وبارك الله فيك. ده يدل يا ام عبد الرحمن ان في خير فاتك، ولكن سياتي اليك في الايام القادمه ان شاء الله يا شيخ. وفي الرؤيه الاولى كلمه منصور، نسيت كلمه منصور، ان ربنا سينصرك على الاعداء والحاقدين والحاسدين، وسينصرك الله على كل من يعاديك. امين يا رب. اللهم امين. اتفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا محمد. حضرتك حلمين صغيرين بس الله على طول. اتفضل حبيبي الغالي. المدام بتاعت زوجتي أول حلم حلمته إنها في طفل صغير بيديها سندوتشين طعمية تقول لها كليهم. تمام. بس. أنت معاك أولاد يا محمد؟ إيه؟ لا. ربنا سيمن الله عليك بالولد وهيكون كويس جدا وكريم جدا مع أمه. مع الأم. طب الحلم الثاني حضرتك برضه على السريع، هي حلمت إن أخوها يديها أربع أخوات إليها، لبس اثنين في إيد اليمين واثنين في إيد الشمال. أولاً ربنا هيحفظها من النكد وسيمن الله عليها بالحمل، بس مش شرط يكون أربع أولاد. بس هو من خلال الرؤية الأولانية هيكون لها ذكر. هيكون لها ولد، والله أعلم. اتفضلي يا مدام هدى. مساء الخير. مساء الأنوار، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مدام هدى. وعليكم السلام. لو سمحت انا حلمت ان انا في مكان في السعوديه كله رخام. تمام. وكانت معايا واحده صاحبتي من زمان بقالي ياما ما شفتهاش. نعم. فالمكان دوت انا كان معايا ازازه ميه، بس الميه ديت كانت مليانه ميه عاديه مش ميه زمزم. تمام. رحت قلباها ومليت ميه زمزم في الازازه ديت وقعدت اشرب منها. فبقول لصاحبتي فين الكعبه انا مش شايفاها، وانا بقول لها انا مش شايفاها، رحت متضيره شفت الكعبه من بعيد كده ورحت عملت لها باي باي. تمام. للكعبه وانا بشرب الميه ببص للكعبه قلت يا رب اصلح حالي. اللهم امين. تمام. وانا رحت قلت وانا واقفه اذان العصر اذن. تمام. فقلت لصاحبتي في شنطه ضايعه مني، شنطه لونها خضراء انا مش لاقياها. راحت صاحبتي قالت لي طب تعالي ندور عليها ونرجع نصلي العصر. رحت عشان ادور على الشنطه دي لقيتها، فتحتها لقيت فيها المحفظه بتاعتي وفيها فلوس سعودي. وفي وسط الفلوس السعودي دي كنت حاطه 20 جنيه. قلت لها طبعا ال 20 جنيه مش لاقياها. قالت لي مش مهم ال 20 جنيه دي مش مهم، اهم حاجه ان انت معاكي الفلوس السعودي ديت. ولقيت الشنطه ومشيت انا وصاحبتي. انت ما تصلي؟ بصلي وبقطع. تمام. ما هو كلمة العصر دي؟ لأن ربنا ذكر العصر في القرآن الكريم، والعصر إن الإنسان لفي خسر. فأنت في خسران، أنت أمور معاك مش مظبطة في العقيدة، في الصلاة، في الأذكار، في القرآن. وأهم حاجة وأفضل حاجة الصلاة، لابد أنك أنت تحافظي على الصلاة الوقت بالوقت يا سيدتي.
فرب عشان كده جاب لك ايه؟ جاب لك إيه؟ موضوع ايه؟ والعصر او صلاه العصر، موضوع الكعبه انك انت ما شايفها، مش شايفاها تقصير، هناك تقصير شديد جدا في طاعه الله. والمنام يبين انك انت لابد انك انت تعدلي امورك وتعدلي نفسك في امور ربنا، والله اعلم. معنا منال. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا منال عنده رؤيه ان شاء الله. تفضلي تأمري امر يا منال. ربنا يجزيك عنا خير. حلمت فضلت الشيخ ان انا في فصل في مدرسه يعني. نعم. وحصل علينا مدرس اسمه احمد عبد اللطيف عامر. تمام. فالشيخ ان هو بيقول لنا ايه، انا عايزكم تحفظوا القران، ما عادش وقت بقى. قلت له ان شاء الله احنا هنحفظ. فقلت له انا حافظه سوره البقره. قال لي لا ما انتش حافظاه. قلت له انا حافظه سوره البقره. قال لي لا ما انتش حافظاه. قلت له سمعها. قال لي سمعيه. قعدت اقرا لحد ما قال لي خلاص. قلت له لقيت قدامه بقى ايه زي جزر كده، بس جزر مش حلو. قلت له ده في جزر حلو انا هاخده ان شاء الله. لا في وخلاص. ايه في ايه جزر. في جزر. تمام. قدام جزر بس جزر مش حلو. انا قلت له بقى في جزر انا هاخده. تمام. وخلاص. قال لي ما عادش وقت، انا عايزكم تحفظوا كتاب ربنا. انت في الحقيقه حافظ سوره البقره في الحقيقه؟ اه الحمد لله. بس كنت بحفظ القران، بس جه لما جه وباء كورونا ده قعدت بقى. انا رحت بقى. ما تدخلناش متاهات. انا مسال سؤال، ما تحفظ انت حافظ سوره البقره؟ قلت ايوه. خلاص قضي الامر الذي فيه تستفتيان، لان ربنا حفظك من اشياء كثير جدا، وربنا حفظك من الحسد ومن أذى عظيم بفضل حفظك أو قراءتك أو استماعك إلى سورة البقرة. موضوع الجزر وما قيل عنه سيحفظك الله من أمراض شديدة لك في الحياة. فقولي الحمد لله والله أعلم. اتفضل يا مدام هدى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا حلمت يا فضيلة الشيخ إن أمي ميتة أصلا، متوفية عليها رحمة الله، إن هي ولدت. فأنا مستغربة عمالة في بالي بقى هي ولدت إزاي وهي ما كانتش حامل أصلا وكده. وبعدين قلت يمكن عشان كانت نايمة عندها جلطة وتعبانة، فإحنا ما خدناش بالنا إن هي حامل وكده. تمام. فهي ولدت ولد وبعدين بس سايباه عند أختها عند خالتي. تمام. فهي عايزة تروح تشوفه، فأنا لبست عشان نروح نشوف أنا وهي. وبعدين على ما لبست وكده كانت اللي رايحه معايا اختي، ما شفتش امي بقى. بس المفترض ان هي ماشي هتمشي يعني تشوفه، مع ان هي كان عندها جلطه يعني. تمام. فانا قعدت استغرب ان هي ولدت ازاي ومش عارفه ايه وكده. بس مبسوطه من جوايا ان احنا لسه لنا اخ صغير ومش عارفه ايه، وعماله اقول يا ترى سميناه ايه. فجيت بالي برضو ان احنا سميناه احمد. فانا مبسوطه جدا ان لسه لي اخ صغير وكده، والجو مطر خفيف كده. ويعني هو الحلم طويل، مش فاكره منه الا الجزئيه دي بتاعت والدتي يعني. ده يدل ان والدتك عليها رحمه الله تمتع مع الولدان المخلدون، معناها كده بالمعنى البلدي ان امك في الجنه. الحمد لله. والله. في كلمه ثانيه يا شيخ ليها برضه. اتفضلي. كنت انا بصحيها من النوم عشان تاكل، فهي بتقول لي انا بصحي والدتي من النوم عشان تاكل. تمام. فهي بتقول لي انا مش جاي لي نفس، انا مش عايزه اكل، انا عمري ما كان جاي لي نفس بالاكل ومش عايزه اكل وكده. فانا في دماغي ان هي انا زعلانه وعايزه اخليها تاكل. طب تاكل ازاي ومش عارفه ايه. فقلت اتصل على اختي نشوف حل عشان تاكل وكده. تمام. فهي بتقول لي انا مش جعانه ومش عايزه اكل. فرحت وانا ماشيه في البيت ببص في الاوضه، كانت اختي قاعده بتطلع فطير وفي جرايد جنبها. فالجرايد ديت زي ما يكون فيها اعلان عن شقه، احنا عايزين شقه يعني كده. فانا في بالي برضه جه بالي ان الشقه دي صغيره، بس قلت ايه هتكون حنان اختي مشيت يعني اتجوزت يعني، وهنفضل فيها انا وامي فمش مشكله. تمام. وهي الشقه دي في مساكن الرواد، انا مش عارفه اصلا منطقه اسمها الرواد يعني. نعم. فدماغي برضه ان المنطقه دي راقيه، وانا كنت مبسوطه وكده في دماغي يعني، ما اتكلمتش مع اختي. كويس المنطقه راقيه وكده، بس الشقه صغيره، بس مش مشكله اختي هتكون مشيت وانا هقعد فيها انا ووالدتي وكده. هي اختك تعاني من ازمه او انت تعاني من ازمه؟ انا فعلا بعاني من ازمه. ما تحدديش او لا. ايوه. فهي الام عليها رحمه الله جايه في المنام، هي زعلانه عليكم مش زعلانه منيكم. هي زعلانه منيكم لان مش عاوزين نخش في عالم الاموات. اسال الله جل وعلا ربنا
يصلح لكم الأمور ويرتب لكم الأمور أنت أختك والله أعلم. في حد معانا على التليفون؟ فعالم الأحلام ده يا جماعة من الأشياء الطيبة الجميلة العظيمة. الإنسان بعد أحيان يرى في منامه رؤية أو يرى في منامه حلم، مجرد ما يستيقظ من النوم يتحقق له المنام كفلق الصبح. تفضلي يا أم أحمد. ماشي حبيبي. تفضلي. ازيك يا حاج؟ أهلا أهلا أم أحمد. ازيك عامل ايه يا حاج ابراهيم؟ الحمد لله على كل حال يا ام احمد. انا بسلم عليك وفرحانه ان انت منور الشاشه ومنور الدنيا. ربنا يبارك لك، ودي اصلا يسعدني ويشرفني، واتصالك اسعد قناه الصحه والجمال يا ام احمد. وطي التلفزيون يا ام احمد، وطي التلفزيون. ربنا يبارك لك وطول في عمرك ان شاء الله، وربنا يحفظك ويحفظ كل مشاهدينا الذين يسمعونا، وربنا يحفظ مصر كلها ان شاء الله ويجعلها بلد الامن والامان والاستقرار يا ام احمد. يا رب يحفظك، وعايزك تدعي لي وتدعي لسعيد واحمد ابني ويبارك لك. تأمرين امر، تأمرين امر، اسال الله ان ربنا يحفظهما ويصونهما ان شاء الله ويبارك فيك ويطول في عمرك ان شاء الله يا ام احمد. اتفضلي يا ام سيف. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ام سيف. بستاذنك بس تفسر لي حلم الله يبارك لك. تأمرين امري، بس اتكلم براحتك وعلى مالك. حاضر. انا شفت في الحلم ان والدتي بتجري ورايا بتعبان، بس التعبان ده ملون. لا يعني بالراحه، بصي نعم. اللي بتجي وراك هي امك؟ امي بتجري. تمام، ورايا. كملي كملي. معاها تعبان في كل الالوان وطالع منه سنتين كده، وعايزه تحط راس التعبان ده في شعر عشان ينزل السم اللي فيه في راسي يعني. لا اله الا الله. فخفت منها وكنت عمال اجري وكده، بس في الاخر ايه تقريبا ما طلتنيش، فلقيت التعبان ده راقد في الارض مقطوع كده، ففرحت يعني ان هو مات. فدي الله. رؤيه الثانيه شفتها. لا دقيقه بقى. واحده. حاضر. بالراحه عليا. حاضر. خلي بالك وركزي في الكلام اللي هقوله لك. حاضر. الام مش معناها الام، الام معناه ان هناك رمز الى انسانه قريبه جدا عليكي. ايوه. وقلبها بالنسبه لك اسود من السواد، تريد لك الهلاك والدمار والموت وعدم الراحه وعدم السعاده، بس ربنا سبحانه وتعالى سينتقم منها شر الانتقام. هي هتتمنى لنفسها الموت لان الثعبان مات. اسال الله ان يحفظك ويصونك ويرعاك والله اعلم. قول الرؤيه الثانيه. في الرؤيه الثانيه شفت برضو والدتي زي ما يكون احنا في فرح كده، واستدرجتني في الحلم على اساس نروح مكان، فودتني مكان عتمه خالص، وقعدت تجري ورايا في كان في الغيط بقى. تمام. وكان الغيط دي كان بالليل والجو عتمه، وخايفه من والدتي وعماله تجري ورايا لحد ما وصلت الشارع، لقيته منور بس واقف لي في كلب، مش عارفه برضو اعدي من الكلب وهي ورايا في نفس الوقت. انت في حد ظلمك قريب؟ ظلمني؟ بس يكون قريب مش بعيد. بكلام مثلا يعني؟ قال باي حاجه، باي نوع من كتير. والله والله كتير، واتظلمت من قرايبي هنا برضو كتير بصراحه. بس ربنا هيقف معاكي يا رب، وربنا مش هيخذلك ومش هيسيبك ابدا، لان الظاهر انك انت انسانه طيبه وانسانه محترمه، وربنا من عليك بالصفات الجميله العظيمه والله اعلم. عالم الأحلام ده يا جماعة عالم طيب جميل. وأنا أختم معكم الحديث بكلمتين كده، الدنيا دي مش مضمونة لحد أبدا لأي مخلوق على وجه الأرض، لا يستطيع أن يملك الدنيا، مش ممكن. فأنت خليك مع ربنا، اوعى تقول فلان ده غني او فلان ده معاه او فلان بده ربنا اعطاه. الراحة والسعادة لا تكون والله الا مع الله. انت مع ربنا يا سلام هتبقى اسعد مخلوق، تحط راسك على الوسادة كده تنام. انت مش مع ربنا لن تكون راحة ولا سعادة ولا سرور. هناك امثلة كثيرة جدا يطول الشرح عليها،
ناس معاها مليارات مش سعيدة. فخليك مع ربنا، خليك في الاستغفار، خليك في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. تنتظرونا إن شاء الله يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.